السلام عليكم، انا خطاب بوشرى، تنسكن في درب العمين الدار 70. انا خويا دائما كل ساعه تطيح عليا هاد الدار، والدار فيها استفاده والناس ديال الفوق راه خرجوا، وحنا باقين هنايا ما عندناش فين نمشيو، وما عندناش الكره، ما عندناش فلوس الكره، حنا دراوش. انا ما خداماش وعندي ولد مريض ما تيسمع ما تيهضر، واخا تيهضر لك الهضره شويه هضره دايره، هو مريض عنده شي مرض اخر ديال الصرع، وعاونونا. انا راه تقريبا راه دابا راه ولدي عنده 21، سكنت في 2006، راه ولدي تبارك الله راه تزاد هنا، راه كبر هنا ولدي، وها بنتي تبارك الله هي حتى هي كاينه، ولدي وراجلي خدام، مره خدام مره ما خدامش، راه عارف كلشي، وما عندناش فين نمشيو، والكرا غالي. الا بغيتي تسكن بابك بوحدك وما يشوفك حد وما تشوف حد وما تهضر مع حد، راه خاصك على الاقليه شي مليون ولا ثاني، خاصك كل شهر الكرا، وانا ما عنديش، الغالب الله ما عنديش. من هنايا